أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن السياحة صناعة حيوية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وخلال اجتماع عقده الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليزاندرو فراكاسيتي، أن الاستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة ستتركز على العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يحقق استدامة النشاط السياحي.